شباب في حلقة جديدة من حلقات Engineering Tips. هنتكلم النهاردة على أنواع الفالفات، وبالأخص النوع اللي قدامك ده. النوع ده اسمه البول فالف. البول فالف دي نوع ممكن أعمل منه on off، ممكن أعمل منه regulating. طيب أنا مش عايز أبتدي عليك مرة واحدة أدخلك في مصطلحات كتير وتبتدي تتومن. خلينا نبتدي الموضوع من الأول. الفالفات دي عبارة عن ايه؟ اي فالف في الدنيا هي عبارة عن نوعين. الكلاسيفيكيشن بتاع الفالفات بينقسم الى نوعين. اول قسم وهو قسم الاون واوف، قسم الاون واوف اللي بيعمل شات اوف وشات، يعني فولي اوبن او فولي كلوزد، يعني تفتح المحبس على الاخر او تقفل المحبس على الاخر. ما بيعملش ريجيليتنج. خلاص، يبقى قصة الريجيليتنج في الفلو دي مش موجودة في النوع ده. طيب النوع الثاني هو بيعمل ريجيليتنج، بيبتدي ان هو يعدي لك جزء من المائع، يؤدي الى التحكم في الماس فلو ريت الام دوت اللي ماشيه في البايب. حلو الكلام، تمام. يبقى في نوع بيعمل ريجيليتنج وفي نوع بيعمل اون واوف. طيب بنعمل لهم كلاسيفيكيشن برضو عن طريق الموفمنت. يعني في بعض الفالفات بتبقى line movement. زي ايه؟ زي اللي احنا هنتكلم فيها الحلقة اللي جاية، اللي هي الفالف دي. الفالف دي بتبقى عبارة عن ايه؟ تعالى اوريك هي بتبقى عبارة عن ايه. دي حاجة بتتحرك كده، بتطلع وتنزل. يعني الجيت اللي انت شايفها قدامك دي، لما انا بلف الويل بتطلع، ولما بلف الويل العكس بتنزل. خلاص، يبقى دي جيت فالف. دي بتطلع ايه؟ روتري line motion، بتطلع فوق وتنزل تحت، والفلو بيبقى بريبنديكولر عليها. خلاص، اما البول فالف هو موضوع حلقه النهارده، فدي روتري، بنسميها من انواع الفالفات اللي بنقول عليها الكويك ريتيرن، ان هي بتتحول من فولي اوبن لفولي كلوزد في جزء صغير من الثانيه، او في ربع لفه. في ربع لفه تحول من الفولي اوبن للفولي كلوزد. طيب ايه تاني؟ يبقى احنا قلنا ان الفالفات بتتقسم عن طريق two classifications. first classification ان احنا بنقول ان هي في بعض منها line movement، وفي بعض منها rotary movement. وريتك نوع من اللاين اللي هو gate valve، وريتك نوع من الروتري اللي احنا هنبتدي نشرحه وهو البول فالف. في نوع تاني، في انواع تانية فيها بقى التشيك فالف، في البريشر ريديوسينج فالف، في السيفتي فالف، في السترينر. كل دي اكسسوارز بتتحط على البايبنج بتاع السيستم بتاعك، او بتاع السيستم الهيدروليك بتاعك، ايا كان السيستم ده بقى، عشان يوصل ميه لبامب في الاخر، بوستر بامب او بامب عاديه سنترفيوجل، او اي نوع من البامبات، او شبكه حريق، او بويلر، شبكه غلايه. انت محتاج الاكسسوارز دي، محتاج تتعرف عليها وتعرف الفروقات ما بينها والكلام ده. طب بالنسبه للفالف بتاعتنا النهارده، الفالف او اغلب الفالفات بشكل عام هي بتنقسم الى، اول حاجه شايف اقول لك على حاجه، شايف الجزء ده، الجزء ده بنقول عليه الستم. الستم ده الجزء اللي بيتحرك، او اللي بيحرك البول دي. انت شايف في جزء ما بينهم هنا، في جزء ما بينهم هنا اللي هو ده، في زي كوع، الكوع ده خابط فيه جزء من البول. يعني لو انا شلت اخفيته كده، هقول لك حاجة، لو جيت اخفيت الستيم ده، هلاقي ان هنا في تجويفة في البول الستيم ده بيكون راكب فيها. فلما يركب فيها التجويفة دي وهي بتلف، فالمومنت اللي بتاخده التجويفة دي من حركة العجلة اللي انت بتعملها لما تيجي تفتح وتقفل، بتتحول في البول بالطريقة دي.
طب حلو، انا فهمت الجزء ده. طب ايه الجزء التاني؟ الجزء التاني ايه هو الحتة دي؟ دي بيسميها السيت. السيت ده اللي هو ايه؟ اللي هو اللي بيمنع حدوث ليكج في الفالف. طبعا موضوع الليكج في الفالفات، في فالفات بتستحمل الهاي بريشر زي جلوبي فالف مثلا، دي بتستحمل هاي بريشر، بستخدمها في الهاي بريشر ابلكيشن في الستيم، بستخدمها في الووتر لما تبقى ماشيه ببريشر عاليه جدا. في فالفات تانية زي البنش فالف او الدافرام فالف، دي بتستخدم في ان هي تعدي مواسير صرف السوج، يعني ما بيهمهاش ان الفلويد يكون الامبيورتيز بتاعته عاليه. انما فالف زي البول دي، لو الامبيورتيز بتاعت الفلويد بتاعتي عاليه، الشوائب بتاعت الفلويد عاليه، هيبتدي ان هيبقى في ترسبات في السيت، هيؤدي لحدوث ليكج. البول فالف مميزه بايه؟ مميزه ان هي ممكن استخدمها ريجيليتنج، وممكن استخدمها اون واوف، وان هي اقدر اعدي او اقيس منها سرعه الفلويد، بما ان انا ببقى فاتح، يعني بص انا ببقى فاتح الشكل كله. في بقى جزء من البول فالف دي ده اسمه مثلا الفول بور. في واحد تاني اسمه البارشال بور، ان بيبقى الفول بور ده اللي هو ايه؟ اللي هو الدايمتر بتاعت البايب هي الدايمتر بتاعت فتحة البول. في واحد تاني يقول لك الايه؟ الهاف بور، اللي هو ايه؟ اللي هو بيبقى مشطوف منه نص كده، جزء شاطفه لفوق، وده لما ابقى عايز اعمل مينيمايزنج للماتيريال. البول فالف مميزة تانية ان هي عندها مقاسات عالية جدا في السوق، فيها كل انواع المقاسات موجودة البول فالف. طيب انا عرفت السيت وعرفت السيل. في عندي هنا الاستيم عرفتها، السيل دي اللي هي ايه؟ السيل دي في بعض الفالفات زي الجيت فالف اللي انا كنت لسه موريها لكم، بيبقى اسمها البوشنج جلاند. دي بتبقى بتقرص على الاستيم ده، يعني دي بتقرص على الاستيم عشان يفضل نازل لتحت، فيفضل في المجرى بتاعه وينقل العزم لهنا. خلاص دي بتنقله، وفي نفس الوقت هي بتمنع حدوث الليكج. وفي بعض الوصلات فوق، والبونت او الهاندل، هاند ريتيرن نات، ودي اللي بتبقى مقفوله من فوق على الهاند ويل اللي انا بمسكها، والعمود ده نازل كده. طيب هو المين بادي فين وفين الباقي؟ يعني لو انا شلت لك كده المين بادي، هتلاقي ان كل ده اتشال، يعني هنا في سيريشنز او هنا في منحنيات في البادي ده. المنحنيات دي بتخش في المنحنيات بتاعت المين بادي زي كده، فبتبتدي تلزق في بعض. خلاص تمام، خلاص يا شباب، فنبتدي نتكلم في الجزء التاني اللي هو احنا اخر حاجة اتكلمنا فيها، الفول بور والبارشل بور. طيب وعرفنا بعض الاجزاء اللي موجوده. طب الجاسكت دي مسؤوله عن ايه؟ الجاسكت دي مسؤوله عن عدم التسريب برضو في الليكج، بتمنع الليكج برضو، ولكن دي بتتركب ما بين الفلانشه دي اللي متركبه في الفالف دي، والفلانشه التانيه اللي هتبقى متركبه في البايب، بتتركب عن طريق مسامير وناتس. بتتحط المسامير هنا ثريدد، ويتحط عليها ناتس عشان تبتدي تقفل الموضوع ده، يعني بتبقى كده بالظبط. خلاص يعني الموضوع بيبقى عامل كده، فول بور زي ما انت شايف، كل الفلود اللي بيخش بيعدي، والفالف دي مؤثره جدا في الريجيليتنج، ومؤثره في الشط والاون والاوف، نتيجه لان هي بتبقى فيها كويك وعندها مقاسات عاليه، وتقدر الكونكشن بتاعتها عن طريق البايب فلانجد او ممكن تبقى ثريدد، ودي هنتكلم فيها ان الفالف دي ممكن تبقى جايه بفلانج. الفلانج دي ما بتتربطش بالبايب عن طريق فلانج تانيه، وبيبقى بينهم جاسكت عشان يمنع الليكج. لا، ممكن يتربطوا في بعض عن طريق ثريدد مثلا، عن طريق ان دي تبقى فيها الوظه وتيجي البايب فيها الوز، ويخشوا في بعض ميل وفي ميل، ويبتدي ان هم يربطوا ببعض. يبقى في طرق كتيره للكونكشنز في الفالف عامه بشكل عام، بس احنا عرفنا جزء كبير منها. و نتكلم في موضوع تاني، طبعا الفلانجات، انواع الفلانجات، الريزد فيس، وليه اصلا الناس عملت الريزد فيس، يعني اللي هو الطلعه او الطلعه دي عن الفلات، وفي فلات فيس وفي ريزد فيس وفي اويل رينج، والجاسكت دي عشان تمنع حدوث الليكج. طيب في طبعا كورس بيتقدم مننا في شركه انجينيرنج تيبس، بنتكلم فيه عن جميع انواع الفالفات والبايبنج، وبنكلمك فيه كمان ازاي تعمل موديل زي ده، تبتدي تعمل برزنتيشن
لحاجة انت درستها او لكومبوننت تقدر تعمل برزنتيشن زي ده كده، وتقدر تعمل كمان سيميليشن، ان انت تبتدي تستخدم برنامج بيعمل لك سيميليشن بقى لما الفلويد يخش من هنا وقفلت عليه مرة واحدة ايه اللي يحصل، البريشر دروب في الفالف ده هيبقى عالي ولا قليل. ودي طبعا من بعض السبيسيفيكيشن بتاعت اي فالف. وهنديك سوفت وير يعلمك ازاي تعمل سيليكشن مظبوط للفالفات بتاعتك والبايبنج بتاعتك. فطبعا هيبقى كورس قوي جدا جدا، فمستنين الريجستريشن بتاعكو، تكلمونا وتبعتوا لنا على الايميل اللي هنسيبه في الديسكريبشن في الفيديو. خلاص ان شاء الله مستنيكو في حلقة جديدة انجينيرينج تيبس.